السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو يعني هذا الفيديو مخصص للسنة السادسة ابتدائي في إطار الأطر المرجعية للدروس المحينة لامتحان موحد سادس ابتدائي 2022. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدروس اللي حددوا لكم وزارة التعليم والتربية والتعليم لاجتياز الامتحان ديال اللغة العربية. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. اللي خاصكم تعرفوا ان امتحان كذلك فهو 40/40 كيتكون ليا من 3 ديال المجالات. المجال الاول القراءة، المجال الثاني الظواهر اللغوية، والمجال الثالث اللي هو الكتابة. اذا بالنسبة للمجال الرئيسي الاول اللي هو القراءة فعليه 20 نقطة. داكوغ، دونك فوالا 20 نقطة فيه 8 ديال الأسئلة. السؤال الأول كيكون تحديد نوعية نص يتراوح عدد كلماته ما بين 120 و 200 كلمة. يعني خاصكم تكونوا ديجا عارفين الأنواع ديال النصوص. كاين طبعا نص سردي، كاين نص سردي اللي كيبقى يسرد ليا شي قصة، نص وصفي اللي كيوصف ليا شي حاجة، نص توجيهي اللي كيبقى يقول لك اعمل هادي وما تعملش هادي وداكوغ، ونص تفسيري اللي كيفسر لك شي ظاهرة شي حاجة اللي ما مفهوماش. ثاني سؤال تحديد معنى كلمتين او ثلاث من النص باستخدام احدى استراتيجيات فهم الكلمات. اذا واضح السؤال غادي يعطيوك يا اما جوج الكلمات او ثلاثه الكلمات ويقول لك يعني يعطي المفرد ديالها او الشرح ديالها. ثالث سؤال استخراج معلومات صحيحه او ضمنيه من النص. اذا يعطيك شي اسئله أو لا أسئلة متعلقة بالنص، يعني الجواب ديالك كاين في النص. رابع سؤال تحديد عبارة أو جملة من النص تبين إحدى الأفكار الواردة فيه. مثلا يقول لك بين من النص أو استخرج من النص على ما يدل على شي حاجة. خامس فكرة، طبعا تحديد الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية للنص. إذا خاصكم تكونوا كتعرفوا كيفاش تقرأوا النص وتخرجوا الفكرة العامة. طبعا الفكرة العامة كتكون كتكون ليا من جوج ديال الأسطر ماشي بزاف، وفوالا. أولا الأفكار الرئيسية، الأفكار الرئيسية كيكون العدد ديالهم على حسب العدد ديال الفقرات ديال النص. سادس سؤال استنتاج القيمة أو العبرة التي يروجها النص. إذا النص شنو القيمة اللي استنتجتي فيها، اللي استخرجتي، اللي زعما اللي خرجتي منها بالنص، أو شنو هي العبرة، أو شنو يعني شنو الحاجة اللي بغى يوصلها لك النص. ثامن سؤال هو إبداء الرأي حول النص أو إحدى الأفكار الواردة فيه. مثلا يقول لك ما رأيك في هذه، واش متفق في هذه، واش ما متفقش في هذه. فوالا، دونك ندوزو للمجال الثاني اللي هو مجال الظواهر اللغويه اللي كتقول يا من تراكيب الصرف والتحويل والاملاء. بالنسبه لهذا المجال فعليه 15 نقطه. بالنسبه نبداو في التراكيب. واخا، اذا التراكيب عليها 6 ديال النقاط فيها 7 ديال الاسئله. السؤال الاول توظيف ادوات نصب الفعل المضارع الصحيح والجمله المؤوله، هذا درس غادي يكون. توظيف، ثاني سؤال توظيف ادوات جسم الفعل المضارع، جزم كاين نصب وكاين جزم، الفعل المضارع الصحيح والجمله الشرطيه. داك السؤال الثالث توظيف الافعال الخمسه، اذا الدرس ديال الافعال الخمسه والاسماء الخمسه، الدرس ديال الاسماء الخمسه في جمل معطات. رابع سؤال توظيف التوكيد في جمل معطات، اذا الدرس ديال التوكيد. خامس سؤال توظيف التمييز في جمل معطات، اذا الدرس ديال التمييز. سادس سؤال توظيف الحال والجمله الحاليه في جمل معطات، اذا الحال والجمله الحاليه درس. سابع سؤال تحديد الموقع الاعرابي لاربع كلمات من النص، اذا غادي يطلبوا منك تعرب شي جمل او لا كلمات استخرجوا لكم من النص. اذا كترجع للنص كتشوف هذيك الكلمه ما محلها من الاعراب، يعني واش هي فعل، واش هي فاعل، مفعول به، حال، نعت، مجرور، اسم مجرور. داكوغ، دونك للتذكير فقط انا عندي سلسلة ديال كيف نعرب عندي في القناة، رجعوا لها شاهدوا الفيديوهات ديالها.
فوالا دونك هذا كنكونوا سالينا التراكيب. ندوزو المجال الفرعي اللي هو ديال الصرف والتحويل، فهو كذلك عليه 6 ديال النقاط وفيه 7 كذلك ديال الاسئله. السؤال الاول فيه الدرس ديال الفعل الصحيح اللي كيكون يا سالم يا مهموز يا حسن جدا مضاعف، وكذلك والفعل المعتل اللي كيكون المثال الاجوف والناقص. السؤال الثاني اسم الفاعل واسم المفعول، اذا جوج ديال الدروس في سؤال واحد. السؤال الثالث اسم الزمان واسم مكان. السؤال الرابع صياغه اسم الاله انطلاقا من افعال المعطف، اذا يعطيك واحد الفعل ويقول لك استخرج لي منها اسماء الآلة. خامس سؤال صياغة اسم التفضيل على وزن أفعل، إذا غادي يعطيك واحد الكلمة ويقول لك استخرج لي أو لعطيني أو صيغ اسم التفضيل على وزن أفعل. سادس سؤال توظيف العدد والمعدود في جمل المعطف، إذا الدرس ديال العدد والمعدود راه عندي في القناة. سابع وآخر سؤال بالنسبة للمجال الفرعي ديال الصرف والتحويل توظيف جمع التكسير في جمل المعطف، إذا الدرس ديال جمع التكسير. دوزو المجال الفرعي الثالث اللي هو ديال الإملاء. بالنسبة للإملاء عليه 3 ديال النقاط وفيه 4 ديال الأسئلة. السؤال الأول كتابة همزة الوصل أو همزة القطع، إذا جوج ديال الدروس. ثاني سؤال كتابة همزة ابن في عبارات معطاة. ثالث سؤال الألف اللينة ممدودة ومقصورة. ورابع سؤال الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. فوالا دونك بقى لنا المجال الآخر اللي هو المجال الكتابة اللي فيه الإنشاء. إذا بالنسبة للمجال الفرعي الثالث اللي هو ديال الكتابة، فهو فيه كذلك كينقسم ليا الفرعين. الفرع الاول الشكل، غيطلبوا منك يعني كاينين واحد الجمل او لكن واحد الفقره في النص اللي غادي يطلبوا منك انك تشكلها. اذا اول سؤال ضبط 3 أو 4 كلمات متفرقه في النص بالشكل التام، اذا ديك الكلمه كترجع للنص وكتشوف محلها من الاعراب، واش فعل واش فاعل. المفاعل كنعرفوا انه كيكون فيه الضمه، المفعول به كيكون منصوب بالفتحه. فوالا ثاني سؤال ضبط جملة من النص مكونة من 3 إلى 5 كلمات بالشكل التام، وما غيحددوا لك الكلمات اللي خاصك تشكلهم. بالنسبة للمجال الفرعي الثاني اللي هو التعبير الكتابي اللي عليه 10 ديال النقاط. إنتاج نص كتابي من 8 إلى 10 أسطر. لاحظوا وركزوا مزيان عافاكم، النص ما يكونش قل من 8 وما يكونش أكثر من 10 ديال الأسطر. يرتبط بموضوع النص بتوظيف إحدى مهارات الكتابة الوظيفية والإبداعية الآتية. إذن غيكون غيطلبوا منك يا إما كتابة رسالة شخصية، إذا خصك تكون عارف العناصر اللي كيكونوا في الرسالة، يا إما كتابة طلب كيفاش كيتكتب، يا إما كتابة الحوار شنو هما المحاور اللي فيه، يا إما كتابة مقال، يا إما كتابة قصة واقعية أو متخيلة. داكوغ دونك هذا هو دروس المبرمجة في الامتحان الموحد الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي. ولا دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلقوا فيديوهات مقبلة إن شاء الله. باقي غادي نحط لكم الإطار المرجعي لمادة التربية الإسلامية، فنتلقوا فيديوهات مقبلة إن شاء الله. أنا إن شاء الله باقة معكم، دمتم في رعاية الله.